battle! Pokemon Trainer! سلامتك، شغل مايك. السلام عليكم ورحمة الله، رجعت لكم على التعليق زنزه. تعليق الجيم الثاني من الوينر سيمي فاينل بين أبو السعود ضد أكيوب، 1-0 لمصلحة أكيوب. الأبي اللي سواها صراحة أبو السعود قبل شوي كلفاني مرة بايخ، والحين عندنا الجيم الثاني، نروح البوكيمون ستاديوم. بوكيمون ماستر راح البوكيمون ستاديوم. معاي بالتعليق الأسطورة بيتو. أنا حلو حلو قاعد قاعد ما حد يشوفك ترى. اي ما حد يشوفك. انا قاعد اسوي ويف. اي قاعد اسوي ويف لحاله مع نفسه فهمت؟ عادي يعني فهمت لازم ادخل جو. المهم الجيم الثاني خلينا نشوف اذا ابو السعود عنده راي ثاني ولا احمد يكمل 2-0. الفايز منهم حيطلع الوينرز فاينل باري توكي. توكي كان فاز على جيرتكس، كان جيم مره حلو صراحه. او نايس. والخسران بباري فايف اللوزرز. يس. اوبا. اوه مات يس. عمي سبيريت بوم. حتى كانت ساور سبوت بس ما تفرق. والله ما تفرق، الا ما تفرق. عيبي
ليش ما حول سبورتل؟ استغرب لان اتوقع كان يبدا ياخذ. ترى احيانا كثير البوكيمون ترينر مانز يوفروا التغيير. والله بغى يشيله، يوفروا التغيير عشان يستخدموه كمكسب بعدين فصل كومبوات، فاهم؟ بس يعني تشويس. والله صبيه اصقعت بس والله اعطى 77 دمج. ايه ترى كويس اذا كاركتر مره كويس. لا بس اقصد في الايرلي كومبوز كوارت الافضل. بس ايه احي يا راسي والله ما باكيرا سامس طبعا مره قويه. اسباري والله سبيرت بوم. لا اوبا والله فكت من والله كلتش كلتش كانت هذا. الحين ابو ثرو تقتل اتوقع اذا كانت على البلاتفورم ممكن يا بس يعني مو لسه اوكي لان سامس مره ثقيله. اوبا فنش او ما فنش كلن خايف كلن تعرف ماسك شيء جنب بعض وكل جنب بعض ماسك شيء. اوه الداون تلت سوت لو بروفايل نايس اب سماش اوت شيلد سوري مو اوت شيلد اب سماش بعد الداون تلت سوت لو بروفايل التشارج شوت قام طقها بعدها اب سماش. اوبا تجد لا يمسك سوري اي فيسور لو مسك الحين بتشوف الفلات حقك يصير مليون. والله عطاه حلو مره. الحين الجيم كلوز لان الكل اتوقع ابصره تقتل. لا شوي تو ماتش صراحه الحين اكيد. اوبا واحده ثانيه. اي كاترو فير ياب. والله الويب اقصد اللي هو الابي سويت سبوت انفجرت سامس. والله على كم على 85 كانت؟ هذا هي منرفه الحين يوم كانت بدايه اللعبه كانت تذبح على صفر عادي. اوف ستريم عندنا زوزف وبيجيتا يس الاخوان قاعد يلعبوا ببعض ان شاء الله عليهم. شباب الاخوان الثلاثه كلهم كويسين ان شاء الله دائما يوصلون للفاينلات كلهم توبيت ما شاء الله. ايه فيوصلون دائما توبيت ويلعبون ببعض توبيت ولا يعني المفروض ما يلعبون. يا اوكي الجيم الثالث جبنا هنا تاون سيتي راحوا ترى شوت كيف طلقها على طول. لا ماني مخزنها فهمت اكسب لأن برضو ترى هذه الشاشات اللي تطلقها هذه تراها بلس فأقدر يسوي منها كومبوات. شوفها شوفها بلس لأن لما يطلق اللي يقول لك الشاشات لما تعبيها قبل الأخير اللاج على الطلقة مو بكثر الفول شارج فأقدر سامس تتحرك أسرع من أوه عشان كذا ما يخزنها بالكامل. يس 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 فاللي فتلت أحسن يسويها اللي قبل الأخير بشوي حتى هو قد قال لي في الدبلز الأسبوع اللي راح عشان الدمج في الدبلز أقل 10% مو متعود على الكومبوس عشان يقول الهيت ستان حقت هذه على حسب الدمج حقها. ايه اوكي فيقول كنت مستغرب احيانا يطلعون منها ليش كان سبب انه اقل عن 10% دمج في الدبلز فما يسوي كومبوات اللي بعتاده. اوبا والله مزلم تحت ستيج هذا شيء دائما يسوي الايفيزور مينز لما ينزل تحت ستيج يطق بالويب مره كويسه بس شكله اخر عليك هذا بداش اتاك على طول دون ترو انتو والله قاعد يدور يبغى يمسك ثاني بس اوه ما في بانش تشيز تشيز فاكتور بلس مليون باكير والله الى الان ما انسى الباكير اللي اقتلت هشام على دمع 20 ايه مع فريج نايس تشيز الف جبن كانت ضد ساس اتوقع يس مره سعد يس ساس مضبوط اوبا كنت تشوف هشام بعد الجيم اوكي لا بيتشو بعدين فوق البلد كله لا كان جوكر ومات عليها يعني دمع 20 اوف الثرون البحث اتوقع الثرون كان ممكن يبحث يعني دي اي كان مره الثرون يس يمكن خلنا نشوف الحين عموما او اسماش اتوقع ما تراك مسخته يعني خذ لك اسماش وانقلع طبعا اي سكوات الكومبو واحد ممكن يوصل لك مليون اوكي ناس ابقى تشيل الو اوه طقت من ورا وات از ذس سماش التيميت بليز هذا سكوارت صغير اوه كنت عارف اللي ماشي ما يهم تعطيني شارج شوت تعطيني تغبي جوا الصدفه الكابتن قاعد رجع سكوارتل اسمع
هذا حتعور حتعور 33 كذا بسيطة سريعة على الأقل يعني هو أخذ الدمج المضمون المضمون لا 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 والله مرة حلو لا 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 بسعود والله بطل المجر المجر المومنتم خلاص ما له حل آخر شيء جاء في بالي إنك يلا بروح سايد ليش عتدي لو ما ضربه كان يموت هو إيه كذا تعرف كذا فايع كذا ولا كان 5% تعرف لي يلا رح let's go it's gonna hit fans تعرف على طول غير آيفي خذ دونين ما مت يلا تعال يلا 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 ما في طبعا الحين ده 2-1 المصلحة أبو سعود هذا أبو سعود ما كان موجود التورنمنت اللي راح اي صح ما كان فيه صح ايه كان فيه فارس ايه فارس والله بدع طول فارس هم يجوا مع بعض ترى هم كذا هم نفس الشخص ما تدري انت تعرف اللي هذه يجي شلون باتمان وفارس هو ما يتحول فارس في بطل مجرة صورة والله تشوف التفكير تشوف التنس مرة يعني أحمد يفكر يغير شخصية أو يغير مرحلة أو اللي يسوي يعني ما أعتقد مشكلة في الشخصية يعني كثر ما أبو السعود أعطاه كم ريد حلو صراحة بس هل هو يفكر بولي مرة توقع أنه يفكر بولي مرة عموما هم اللي يعني فاهمين أكثر لأنهم عارفين شخصياتهم عارفين كيف يلعبون فممكن يعني يكون شيء في بالهم هذه بطولة ذاك أنا هي بطولة أنت بقى أوه غيرها غير كنترولر صراحة ولي مرة لوزرز طبيت زياد خسر من بالسعود لا لا أحمد 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 أكيوب أوليمار جيم 3 تعرف شفته غير التحكم من A3 أو 3 إيه أوليمار تو 3 لأنهم ذول مرة صغار وستيج مرة كبير عليهم أوف ستيج داون سماش ولف بحت وروي على صفر أرجع للغير لهذا أوه تعرف اللي قعدت بركز والله فهم ترانزيشن خرافي خلهم ركزوا والله ما امدانا غيرنا صار الاوليمر نقص مليون من سكويرتل يعني هو اهم شيء ضد اوليمر تعرف شلون تفك نفسك من البيكمن لاسكين فيه يس باحسن طريق اوكي ترى ما عنده جنب الظاهر يس مره ثانيه دوج دوج ستة والله مره حلوه بس يا مال اوليمر من اخر بانش ابو سماش ما تقتل ما كانت بعدهم خذ عنتر يا عمي عنتر مع زهرة بعد احيه والله اثنينهم ماسكين زر السي سماشات يمين سماشات يزار اوكي في فانش ما في فانش اوكي اوه لا مسكة ولي مر كي مسك كذا بس ابو سماش واحدة فجأة بتلقون كم يس طاقتك مليون اوه اوه ميت لا ما يموت يموت تو انا اوليمر يقدر يرجع عادي عنده انا مشكلة بس مرة بسعود بايفي شوب سكري والله اقول لك المومنتوم لما يدخل بسعود بالزون هذا يصير يخوف يا اخي بكبر الابيض والله يعني الدمجة مرة عالي كم خمسة على كل تيك والله قاعد يمشي مين صار تكفى الحمد اي ضربة من تشارزارد تقتل اول مرة ثاني هو ثاني اخذ شخصية او ثالث اخذ شخصية لا لا هو اظن ثالث ايه الثالث اخف شخصية بيتشو بعدين سكورتل بعدين لا اوه سكورتل بعد جيجلي لان في جيجلي بعد اوه جيجلي اوليمر مع جيجلي ومستر جيم اند واتش كلهم بعد خفيفين ما ادري يمكن يكون الرابع صدق بعد مو الخامسة مو الثالث حتى وقاعد يدور الابطباش بعدها ما مع العنتر قاعد يدور اوبا بسعود النير انتفير جديدة هذه صراحة يعني استمتع بسعود دخل في الزون تلك الكوبات وعافي بعدكم مومنتوم بس وين نزله 3-1 لو السعود صراحة جيم مرة حلو جي جيز لو السعود هارد لك لأحمد أوليفر حقه مرة حلو أوليفر حقه مرة حلو صراحة مرة لعب كويس وش هالسايد بي حق سكورتن هذا علق كيف تعرف اللي طيب نشوف الوينرز فاينل اللي تعودنا عليه بين توكي وابو السعود بس الحين عند ورني اللوزرز اللوزرز فايبي باري كيوب و
وغير تيكس الفايز من نختار واحده منها بعد شوي بس خليهم يريحون الشباب خلاص انت ارتاح نشوف نشوف اللي بي اللي بيلعب اول تبي تلعب على طول انت كيفك اي عاد مع باي لانه ما ابغى العب الاخوان بعد كمان لانه كلهم اخوان تحت في الجهه الثانيه اللي يعني الفايز منهم باري خالد هذا هذا قاعد يقوله انا قاعد اقول شو كيف انتوا تلعبوا احسن تبي ترتاح شوي ولا تلعب خلينا ناخذ نفس بس ابتهم ابتهم طبعا انا ما راح العب بستريم بس كيفك اختار الوقت هذا شكلهم تو شكلهم شكلهم تو تو هناك صح شكلهم تو تو ايه شكلهم لان الجيم مره طول زياد يقول له الحين الشهر ما لعب وولف صار له فتره يدرس ما شاء الله عنده اختبارات وكذا الله يوفقه كثير الخير بس يعني ما شاء الله هو يعني هو فنان بالفتره ما شاء الله ما يحتاج انه يتدرب كثير قاعدين نستنى جيم بين اعتقد فايو اكيوب بيصير